عن عن أبي أبي حمزة حمزة أنس أنس بن بن مالك مالك رضي رضي الله الله تعالى تعالى عنه عنه خادم خادم رسول رسول الله الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم عن عن النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم قال: قال: لا لا يؤمن يؤمن أحدكم أحدكم حتى حتى يحب يحب لأخيه لأخيه ما ما يحب يحب لنفسه. لنفسه.